أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسة في شارع الجنوب اليوم. الخامس من شهر يونيو من عام 1975 افتتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الملاحة في قناة السويس بعد توقفها لمدة 8 سنوات بعد نكسة 67 في الخامس من شهر يونيو وبعد 3 سنوات من أو سنتين من الانتصار في أكتوبر في 6 أكتوبر العاشر من رمضان. وربما اختار الرئيس السادات افتتاح الملاحة في 5 يونيو عام 75 حتى تكون غطاء لما هو سمي قبل ذلك بنكسة 67 أو في حقيقة الأمر هي هزيمة 67 ولكن تلتها بعد ذلك بطولات القوات المسلحة في حرب الاستنزاف ثم في حرب أكتوبر 73 وبعدها بسنوات وفي ظل الجمهورية الجديدة في 15 من شهر أغسطس من عام 2015 تم افتتاح قناة السويس الجديدة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حديث حول قناة السويس من ناحية الموقع الجغرافي ومن ناحية التاريخ ومن ناحية الاقتصاد والمنطقة الاقتصادية وما تمثله لمصر وللعالم مع ضيفي الكريمين في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد الحسين السبيعي أستاذ الجغرافيا الطبيعية عميد كلية الأداب بجامعة أسوان. برحب بك دكتور. أهلا بك. كما أرحب بالأستاذ الدكتور شكري حسين أستاذ التاريخ القديم بكلية الأداب بجامعة أسوان. برحب بك دكتور شكري، منورين حضراتكم. أهلاً. كل سنة وحضراتكم بخير. أشكرك دكتور شكري. دكتور سبيعي، عندما نتحدث عن قناة السويس التي حفرها المصريون بالعرق والدم منذ أكثر من 150 عاما تقريبا أو ما يقرب من ذلك وتاريخها الطويل من ناحية التوسعة والتعميق وغير ذلك هو حديث ممتد. اختيار هذا المكان ليكون رابطا بين شرق وغرب العالم بطريقة تساعد وتساهم على تيسير التجارة وتوفير تكلفة النقل وبالتالي السلع، كيف ترى الموقع الجغرافي لقناة السويس أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية شكر وتقدير القناة على هذه المناسبة الطيبة أن احنا نكون موجودين فيها، وأوجه تحية شكر وتقدير للعظيم الراحل أنور السادات على افتتاح وإعادة افتتاحه لقناة السويس، وكما أوجه الشكر للقائد العظيم عبد الفتاح السيسي على إعادة أيضا فتح قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة. منطقة قناة السويس أو قناة السويس موقع فريد عالمي حب الله به سبحانه وتعالى مصر في منطقة متوسطة وسط العالم. إن منطقة قناة السويس تقع في ملتقى قارات ثلاثة، أوروبا أفريقيا وأسيا، أن تكون هي الرابط ما بين الشرق والغرب، هي سبحان الله يعني هي هبة هبها الله سبحانه وتعالى لمصر. قناة السويس يبلغ الطول بتاعها 193 كيلو و3 من عشرة طبعا راح عمل جزء جديد اللي هو حفر جزء جديد بتاع القناة الجديدة الازدواج وأصبح طول اللي هو 35 كيلو لكن الازدواج أصبح حوالي 72 كيلو وده طبعا أدى قوة كبيرة جدا لقناة السويس. لكن رغم ذلك أنه الرئيس سيسي ما خدش القرار ده بسهولة، إنما كان هناك عقبات كثيرة جدا أثرت على قناة السويس منذ تأمين قناة السويس عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. أن كان هناك أفكار في بعض الدول وخاصة الدولة الصهيونية لأن هي لا تجعل مصر تتفرد بهذا المشروع العظيم أو المشروع العملاق اللي هو قناة السويس، وكانت فكرت في فكرة أن هي تعمل قناة ما بين ميناء إيلات على البحر الأحمر على خليج العقبة وميناء أشدود على البحر المتوسط، ودي كانت من ضمن خلي بالك دي من ضمن توجهات الفريق فتح السيسي ان هو فكره
القناة الجديدة لم تكن يعني فقط لتوسعة القناة أو لزيادة مرور السفن في القناة أو لزيادة الاقتصاد المصري، ولكن فكرة كانت لكي تحجب محاولة للكيان الصهيوني لهذا الموضوع. وكانت هناك أيضا محاولة أخرى أن هو يعملوا طريق بري من خليج العقبة إلى برضو البحر المتوسط، ولكن أجهد هذا الموضوع. وأيضا التكلفة الاقتصادية كانت يعني مكلفة جدا، لأن هتبقى التكلفة الاقتصادية على حساب مرور السفن، وبالتالي المسألة صعبة. زائد برضو التعقد الطبوغرافي والتضاريس للمنطقة حالة لإسرائيل إن هي تفكر في هذا الموضوع ده. زائد بقى اللي منع القصة أكثر، إن هو حاليا دلوقتي إحنا في مشروع كوبري ما بين المملكة العربية السعودية وما بين مصر في منطقة الجزر، اللي الناس مش واخدة بالها من الجزء، وده قطع الموضوع تماما على الكيان الصهيوني. أيضا كانت هناك أفكار إن هم يعملوا خط بري أو خط يقطع وسط العالم ما بين الصين لحد وسط آسيا لحد أوروبا، لكن طريق الحرير لكن لقوا برضو الموضوع ده هيؤدي إلى مشكلة. النهاردة كوريا الجنوبية عشان تمر بالتجارة بتاعتها لازم هتمر في كوريا الشمالية، فتبقى في مشكلة برضو بالنسبة للصين. معظم موانيها في الجنوب، في بحر الصين الجنوبي. اليابان برضو معظم موانيها في الجنوب، فبالتالي عشان تخش في الطريق ده هيبقى مشكلة. زاد الطريق ده هيمر في روسيا المنطقة دي باردة وبتتأثر بجليد في فصل الشتاء، فبالتالي برضو المحاولة فشل. في كل الحالات ربنا سبحانه وتعالى وقف مع مصر في تاريخها الطويل، يعني منذ أن أمم عبد الناصر القناة إلى افتتاح القناة في عهد الرئيس السادات اللي عاد افتتحها في 75، منذ أن فكر الزعيم عبد الفتاح السيسي في إعادة الازدواجية بتاعت قناة السويس، وده يعني يوريك أن العقلية المصرية لازالت ما شاء الله بخير. يعني ده بيدفعني لسؤال دكتور شكري حول محطات مختلفة. قناة السويس مرت بمفترقات تاريخية كثيرة هل أشرت إليها، وخاصة عملية التأميم التي تمت في 26 يوليو من عام 1976 طبعا 56. البطل في التاريخ في إنشاء قناة السويس بصرف النظر عن هذه المراحل هو الشعب المصري، الشعب اللي ضحى في الصخرة، القوات المسلحة اللي عبر التاريخ اللي عبرت القناة وأحيت السلام وأحيت قناة السويس مرة أخرى سنة 75، وهي اللي بتحمينا الآن القوات المسلحة والشرطة من الإرهاب لكي تكون قناة السويس هي قناة سلام. أنا نفسي نبدأ بالشعب المصري وبطولته عبر التاريخ وبطولته عبر هذه المراحل. ولولا الشعب المصري اللي حفر بالدماء والعرق والموت قناة السويس، والجيش المصري اللي حماها في 3 وحررها في 73 وعبر هذه القناة، ولم نكن في الجمهورية الجديدة الآن. مصر تتمتع بالمكان والزمان والإنسان، عبقرية المكان اللي هو قناة السويس، وعبقرية في الزمان وقيمة الشعب المصري اللي هو حفر قناة السويس، واللي هو الآن بيعمل سيمفونية في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة. احنا عاوزين نخرج، انا النهاردة مش عاوز اتكلم في الماضي، نخرج من عنق الماضي. اذا مش خدنا من الماضي الى الحاضر الى المستقبل مش هيكون عندنا تخطيط. الجمهورية الجديدة بتخطط الى المستقبل، عندنا محور تخطيط استراتيجي تنمية مستدامة، ودي بيدينا تاريخ جديد. احنا النهاردة عاوزين نتكلم عن التاريخ الجديد. بس اسمح لي دكتور شكري، دائما ما يكون الأجيال التي لم تشهد بعض الحوادث أو بعض الأمور نحتاج إلى نوع من أنواع التذكرة لكي يتعرف، كما أشرت في معرض حديثك، كيف أن الشعب المصري سواء كان قيادة أو شعبا في مختلف المراحل كان يهتم بقناة السويس، يهتم بالأداء فيها والعمل فيها، بداية منذ الحفر في القرن 19. أيوة. وعمليات التعميق التي تمت خلال هذه السنوات ربما كان أكبرها في حقيقة الأمر في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في عملية التعميق والتوسعة، لكن العلامة البارزة كانت في تأميم قناة السويس في 26 يوليو من عام 1956.
دي كانت ملحمة كبيرة، وربما من يشاهد ناصر 56 الفيلم يعرف كيف كان يدار الأمر، وكيف أن المصريون كما أشرت قاموا بعملية إدارة الملاحة بعد انسحاب القباطنة الأجانب والمرشدين الأجانب. إحنا بنتكلم عن شخصية البطل طبعا، مرورا بامتياز قناة السويس اللي الخديوي سعيد سنة 1954 الدال ديليسيبس. محمد علي كان رافض تماما الفكرة، وطبعا كان بيناصروا الإنجليز، وما يجي علماء الحملة الفرنسية كانوا عاوزين ينفذوا المشروع، وفعلا درسوا وعملوا مسح طبوغرافي، والدكتور حسين عارف وجدوا أو رأوا أن البحر الأحمر أعلى من البحر المتوسط، فرجعوا عن الفكرة. لكن ديليسيبس وفرنسا كانت مصرة على الموضوع، وخاصة أن إنجلترا كانت مسيطرة على رأس الرجاء الصالح والهند، ففرنسا عاوزة يكون لها سبق. وابتدى ديليسيبس عن طريق صداقته للخديوي سعيد، لأن أبوه اسمه ديليسيبس واسمه فردينان، كان القنصل في الإسكندرية وتربى مع الخديوي سعيد، وفعلا اداله المنح، بس اداله امتياز 99 سنة، وكانت امتياز فيه إجحاف للشخص المصري. يعني خلصت 69 تقريبا، خلصت من 1859 ل 1869 في عصر الخديوي اسماعيل، اللي عمل احتفال ضخم وطبعا قروض ضخمه وبنى مدينه الاسماعيليه، كان افتتاح اسطوري لقناه السويس. يعني طبعا ديليسيبس ابتدى يدرس طبوغرافيه المنطقه، لان احنا عندنا ثلاث بحيرات، بحيرات المره الكبرى والصور وبحيره التمساح وبحيره البلاح، ووصلهم من بورسعيد، وكانت اصعب منطقه في الفحر من بورسعيد لبحيره البلاح ثم الاسماعيليه. والتاريخ بيذكر ان اكثر التضحيات كانت من ابناء الصعيد، سواء من ابناء قنا، حتى انا لسه بقرا في الوثائق لقيت الفرقه بلاد النوبه برضك ضحت، وأسوان قدمت، وبلادنا قدمت الكثير من التضحيات في سبيل الحفر. ثم تطورت القنال وسيطرت عليها انجلترا، ثم الحوادث المتعددة والتأمين أيام الرئيس جمال عبد الناصر في 56، ثم احتلال إسرائيل لشط القنال وسيناء طبعا في 67، ثم الرئيس طبعا بطل السلام والحرب الرئيس محمد أنور السادات، ثم نحن في عصر الجمهورية الجديد. هعود لك دكتور شكري فيما يتعلق بالشعب المصري وبطولاته والإدارة وغير ذلك، لكن أروح للدكتور السبيعي وأخذ من كلام دكتور شكري أن الطبوغرافية الخاصة بقناة السويس كانت صعبة في عملية الحفر. عمليات التوسعة والتعميق التي بتزيد كل فترة نتيجة للتطور في حجم السفن وأطوالها وأوزانها وغيره، ساهم بشكل كبير في أن تكون قناة السويس معبرا مهما، وما زال هذا الأمر مستمرا. منطقة قناة السويس طبعا منطقة طبوغرافية معقدة بلا شك، يعني حصل التعميق مرتين، المرة الأولى كانت بعمق تقريبا حوالي 36 قدم، المرة الثانية 52 قدم، وده أدى توسعة وأصبحت قناة السويس يعني معبر مائي عالمي كبير جدا جدا، يوفر تقريبا حوالي 72 ساعة بالنسبة لدول أوروبا لمنطقة الشرق. لكن أنا عايز أشير على جزئية ثانية، إنه قناة السويس في منطقة ملتهبة سياسيا، يعني وجود قناة السويس في هذا الموقع يعني بأمانة أو للأسف كان منطقة يعني ملتهبة سياسيا أو عسكريا بالتحديد، وده اللي أخر معانا عمليات التنمية حول منطقة بحيرة السد العالي. قناة السويس شهدت قناة السويس كتير جدا من الحروب ومن المشكلات، إلى الآن حتى يمكن تلاحظ أن منطقة سيناء يعني الإرهاب فيها لا زال مكان الإرهاب موجودة، وإن كانت الدولة المصرية الحديثة قد حتى الآن يعني لا نسمع عن عمليات يعني سيطرت على هذا الأمر. طب اسمح لي أخذ الأستاذ الدكتور عادل عبد المنعم السعدي عميد كلية الأدب. نعم، عادل عبد المنعم السعداني. السعداني عميد كلية الأدب بجامعة قناة السويس، برحب بحضرتك يا دكتور عادل. طب انقطع الخط، سنعود الاتصال بالأستاذ الدكتور عادل عبد المنعم السعداني عميد كلية الأدب بجامعة قناة السويس. فكانت الطبوغرافيا لها دور كبير جدا على سيناء وعلى قناة السويس، وده اللي أثر تأثير
احيانا سلبي على ادوار التنميه، لكن دلوقتي التنميه في الفتره الاخيره اصبحت طبعا مفتوحه بشكل ضخم جدا، استقطاب للاستثمارات في منطقه قناه السويس، برغم انه الاستثمارات برضو يكون لها اعتبارات خاصه، لانه دي منطقه كما ذكرت منطقه الى حد ما ملتهبه. هناك افكار كثيره بالنسبه للدوله المصريه لتنميه الجزء منطقه قناه السويس، جزء يعني بيقع في ضمن نطاق تنميه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وجزء اخر بالنسبه للدوله المصريه. لكن مزبوط. دكتور شكري، كنت بتكلمني على بطولات الشعب المصري في عمليات الاداره وفي عمليات التضحيه والحرب غير ذلك في على ضفاف قناة السويس طبعاً، والتهجير اللي تحملوه ربما يعني ابناء مدن القناة. الدكتور عادل جهز معانا، الدكتور عادل عبد المنعم السعداني عميد كلية الاداب بجامعة قناة السويس، برحب بحضرتك يا دكتور. يا اهلا بيك يا استاذ احمد. دكتور عادل، هل يعني دائما ما يكون في مثل هذه المواقف وهذه التواريخ نزعة للوطنية قوية، هل يعلم بها شبابنا أو يهتم بها الإعلام وتهتم بها الجهات المختلفة المعنية تحديدا بالأطفال والشباب والنشأ لتعريف هؤلاء بقوة وطنهم وأهمية هذا المرفق وما تم من تضحيات وغير ذلك من أمور؟ أولا أنا بشكر سعادتك على الاستضافة أحمد بيه، وتحياتي لكل ضيوفك الكرام، الأستاذ الدكتور محمد الحسيني عميد كلية الآداب جامعة أسوان، الرجل الوطني فعلا المخلص، إنسان عمل شغل جيد جدا ومتميز في كلية الآداب بجامعة أسوان. وتحياتي طبعا لأستاذ التاريخ الدكتور شكري، ده من الناس اللي هي طبعا مؤرخ عظيم وله اسمه وسمعته في صعيد مصر بوجه عام. أما بالنسبة لموضوع قناة السويس، فقناة السويس انت عارف سعادتك تاريخها بالنسبة لنا يعتبر تاريخ مهم جدا، وهذا الشريان المائي اللي هو يعتبر أساس الحياة ونبض الحياة في إقليم قناة السويس أو في شرق الأراضي المصرية كلها بالكامل. احنا في بيئة لا تختلف كثيرا عن بيئة أسوان أو صعيد مصر، اسمه بيئة إقليم قناة السويس. المكان ده يعتبر بالنسبة لنا أو بالنسبة لمصر وكل مصري من اسكندرية حتى صعيد مصر أسوان، مكان يعتبر مكان بالنسبة لنا مثال للعزة والشكر بيد المصرية منذ عام 1859 عندما بدأ الفكرة في حفر قناة السويس. كانت فكرة تعتبر فكرة دي مش البدايات بالنسبة لنا، لا، المصريين هم اللي حفروا قناة السويس والمصريين هم اللي فكروا في حفر قناة السويس. لو رجعنا بالتاريخ هنلاقي ان تاريخ قناة السويس تاريخها من ايام الفراعنة، واكيد الدكتور شكري افادنا في هذه الجزئية تحديدا، ومرت بمراحل كثيرة كلها تعتبر مراحل ما بين الانتصار لقناة السويس او الاطماء لقناة السويس والحفر. كل فترة من الفترات التاريخية بالنسبة لمصر كان في بصمة واضحة بالنسبة لحفر قناة السويس، ولكن اللي عايز أوصله وأقوله بالنسبة لبدايات حفر قناة السويس، ليس دينيسيبس هو الحافر الأول بالنسبة لقناة السويس أو صاحب الفكرة، لا، المصريين منذ أيام عهد الفراعنة زي قناة نخاو على سبيل المثال وقناة زوستريس على سبيل المثال، كل دي تعتبر قنوات هي القناة الأساس بالنسبة لقناة السويس الحالية. كم مجراها بيختلف، بيجري من نهر النيل وبعدين بحيرة التمساح ثم البحيرات المرة ثم خليج السويس ثم البحر الأحمر. اتعدل الوضع في أثناء الاحتلال الفرنسي أو عندما فكرت ديليسيبس في حفر قناة السويس عن طريق توصيل خليج السويس بالبحر المتوسط. من هذه الفترة وعايز أقول إن قناة السويس لما حفرها المصريين واستمروا في حفر قناة السويس القديمة مش الجديدة، استمروا في حفر قناة السويس القديمة 10 سنوات، يعني قعدوا 10 سنين يحفروا في قناة السويس من 59 1859 حتى 1869 عندما افتتحت قناة السويس القديمة بالنسبة لنا. كان قناة السويس بتتم عملية التوسعة باستمرار، كان عمقها يعتبر محدود، كان عرضها يعتبر محدود في أثناء حفر القناة الأولى بالنسبة لقناة السويس.
تمت التوسعة وأصبحت قناة عملاقة الآن. عايز أقول لسعادتك إحنا قاعدين دلوقتي، أنا بكلم سعادتك من أرض قناة السويس من الإسماعيلية تحديدا اللي هي تعتبر في الجزء الأوسط، وإحنا قاعدين على القناة بنشوف كم الناقلات العملاقة كأن مدن بتتحرك داخل قناة السويس. شيء بالنسبة لنا يعتبر مورد مهم جدا ومؤثر في الاقتصاد المصري. دخل قناة السويس حاليا يا أحمد بيه بيفوق 8 مليار دولار، وده يعتبر دخل عملاق بالنسبة لمصر بوجه عام، شيء بيتحكم أو شيء مهم بالنسبة للأمن القومي المصري، وبالتالي لازم نحافظ عليه بقدر المستطاع. هذه المنطقة لما فكر الرئيس السيسي رئيس عبد الفتاح السيسي في توسيع قناة السويس، لا ما اكتفاش بكده، قال نعمل تفريعة جديدة أو قناة جديدة بالنسبة لقناة السويس، وفكر في إنشائها برضو، وكانت الفكرة بتعود إلى الرؤية الأولى لقناة السويس الأولى إنها تكون قناة بأيادي مصرية وبأموال مصرية. ولذلك لما فتح باب التبرع أو باب الفتح بالنسبة لحفر قناة السويس تقدم المصريين واتبنت واتعملت قناة السويس الجديدة. تمن أيام اتجمع فيها 64 مليار جنيه لتمويل هذه القناة، وكان مشروع قومي حقيقة التف حول المصريون كما هو الحال مع السد العالي وغيرها المشروعات القومية في مصر. تفضل يا دكتور عادل. أنا فعلا ده اللي أنا عايز أوصله زي سعادتك بتقول، مشروع قومي، مشروع خلي بال سعادتك، لما قلنا يا مصريين عايزين نعمل قناة السويس هب المصريين كلهم بالكامل في خلال أيام معدودة أو ساعات معدودة جمع المصريين 64 مليار جنيه مش لحفر قناة السويس بس، لا لعمل 4 أنفاق على طول قناة السويس، عمل عملية نهضة في شرق قناة السويس، في مشروع يا أحمد بيه عملاق بيتم دلوقتي حاليا في اللحظة اللي أنا بكلم سعادتك فيها في شرق قناة السويس، اسمه مشروع شرق قناة السويس، بيتعمل نهضة زراعية ونهضة صناعية ونهضة تجارية حاليا بالنسبة لمنطقة شرق قناة السويس تحديدا أو شرق القناة الجديدة. اتعملت مدينة اسمها مدينة الإسماعيلية الجديدة تعتبر على أحسن طراز، خلي بال سعادتك كل ده هيحقق الهدف الوطني يا أحمد بيه، إن احنا هننقل عدد بل آلاف بل ملايين من المصريين من غرب القناة إلى شرق القناة، إلى بالتحديد سيناء. وسيناء انت عارف بالنسبة لنا غالية علينا، سيناء تعتبر من الأماكن بالنسبة للمصريين، كل مصري ضحى بشهيد فيها في سيناء ولا زال إلى الآن بيحارب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيحارب الإرهاب اللي موجود في سيناء، والحمد لله قدر بالجيش المصري والشرطة المصرية إن هو يقضي على الإرهاب في سيناء. ده كله خلي بالك عندك، ده كله قمة الوطنية وقمة الحب بالنسبة للتراب وأرض مصر بوجه عام يا أحمد بيه. وأهل سيناء طبعا هم الأساس في حماية هذا الوطن، وبيقدموا كل ما يستطيعوا من أجل أداء قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية لواجباتهم المقدسة في هذه البقعة الغالية من أرض مصر. احنا دايما بنقول يا أحمد بيم سيناء، واحنا بنقول أرض سيناء، لكن الموجود هناك شعب مصر. سيناء السيناويين اللي عايشين في سيناء خلي بال سعادتك قمة الوطنية وقمة الحب بالنسبة لبلدهم، هم خلي بال سعادتك اللي بيهدونا إلى الإرهابيين اللي موجود في سيناء، هم اللي بيحاربوا دلوقتي كتف في كتف مع الجيش المصري للقضاء على الإرهاب اللي كان موجود، الحمد لله قضي عليه حاليا. عايز أقول لسعادتك إن بيتعمل برضه في سيناء بالنسبة لقناة السويس تحديدا مثال الوطنية، بيتعمل مشروع عملاق اسمه مينا العريش، عمليات توسعة، وهيبقى من أكبر المواني الموجودة في البحر المتوسط أو على البحر المتوسط. مينا عملاق وضخم بيتفتح آفاق جديدة في سيناء يا أحمد بيه، بيتفتح آفاق جديدة في قناة السويس. قناة السويس بالنسبة لنا احنا كمصريين وبالنسبة لسكان المقيمين في محافظات إقليم القناة وسيناء الخمسة اللي هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بالنسبة لنا هي الأمل والحياة. عايز أقول لسعادتك النهضة والتطوير ده يعتبر هو الشيء اللي بيزرع فينا وبيغرس فينا كمصريين الانتماء بالنسبة لهذا الوطن أو بالنسبة للأرض في تحديدا. عايز أقول لسعادتك كل واحد يتمنى أنه يضحي بحياته ويضحي بأسرته وبيضحي بأمواله من أجل هذه البلد، من أجل قناة السويس تحديدا يا أحمد بيه. أعود لسؤال الأول يا دكتور عادل فيما يتعلق بأن جزء من دورنا كإعلام وطني رصين في تعريف وتنمية ذلك للشباب والعموم المصريين،
وجزء منه استضافة حضرتك واستضافة ضيوف الأكارم في الاستوديو للحديث حول هذا الموضوع وتعريف هؤلاء. هل بالفعل نجحنا في تعريف هؤلاء الشباب في ظل ظروف وتلاطم فيما يتعلق بالتجاذبات والأفكار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها والإنترنت وغيره، في أن احنا نعرفهم بهذا التاريخ الوطني المهم سواء كان كما أشار الدكتور شكري في الماضي ولا في الحاضر ولا المستقبل، ولا لسه ما نجحناش ومحتاجين المزيد من المجهود لتعريف المواطنين المصريين وتحديدا الشباب أهمية هذا الجزء من أرض مصر؟ لو قلت لسعادتك ان احنا وصلنا للمأمول بالنسبة ان الشباب يبقى عندهم نوع من البعد بالنسبة لتاريخ هذه المنطقة، او عندهم بعض الرؤية بالنسبة لتاريخ هذه المنطقة، يبقى انا بضحك على سعادتك. لا، في نسبة كبيرة قوي من الشباب، في نسبة كبيرة من الشباب معاش فترة اكتوبر. يا احمد بيه خلي بال سعادتك، احنا بنتكلم على مرحلة بالنسبة لنا حرب اكتوبر اللي هي حرب العزة والكرامة. الواجب بالنسبة للمؤرخين دكتور شكري وطلابه وتلامذته بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه ان هم ينشروا مصر عملت ايه في حرب 73، مصر بتعمل ايه في الفترة بعد 2013 اللي هي السنة اللي كانت من السنوات اللي كانت مظلمة، بتعمل ايه دلوقتي بالنسبة لهذه المنطقة العزيزة. لكن احنا عايزين ننشر. يمكن الدكتور محمد الحسيني تحديدا عميد كلية الاداب عمل لمحة جميلة قوي يا احمد بيه، انه جاب طلاب اسوان خلي بالك بعتك في رحلة علمية الى منطقة قناة السويس، وزورنا بقى ايه يا احمد بيه او هو الدكتور محمد الحسيني بطلاب كلية الاداب او قسم الجغرافيا بكلية الاداب تحديدا، جاب الاولاد لاقليم قناة السويس وزورنا خلي بالك بعتك مكان مهم قوي خط برليط على سبيل المثال، وزورنا مكان اللي هو مركز قيادة الجيش الاسرائيلي قبل 73 اسمها منطقة تل تبة الشجرة، منطقة خلي بالك منطقة عسكرية مات فيها آلاف من المصريين عشان يسترد هذا المكان تحديدا. عايز أقول إن المكان ده كله بالنسبة لنا محتاج إن احنا بشكل مباشر أو غير مباشر إن احنا ننقل أولادنا من الصعيد في رحلات علمية إلى مثل هذه المناطق. ازاي الولد او ابنائنا الشباب هيعرفوا المكان؟ لازم يوصلوا اليها، ممكن عن طريق الرحلات العلميه، وممكن عن طريق الندوات والافكار الندوات والورش العمل اللي ممكن تتعمل في كافه الجامعات وخاصه مكان زي صعيد مصر. لو شفت سعادتك طلبه كده دكتور عادل في هذه الجزئيه، عشان كده السيد الرئيس وجه اجهزه الدوله المختلفه سواء كان قوات مسلحه او شرطه او جامعات او اي من المؤسسات او يعني وزارة الشباب والرياضة وغيره، أن هي تعرف الشباب بأماكن التنمية في أرض مصر، والقوات المسلحة تحديدا تحت برنامج أو عنوان شوف بنفسك بترسل الكثير من طلبة الجامعات إلى الأماكن المختلفة في مصر والتي بها تنمية حقيقية لكي يشاهدوا بأنفسهم وينقلوا هذه التجربة لأقرانهم، ومنها بالطبع أكيد قناة السويس جزء من هذا المشروع الكبير في تعريف الشباب بأماكن التنمية في مصر. تفضل يا دكتور عادل. الكلام اللي سعادتك كلام فعلا محترم جدا، وده اللي انا بناشد من خلال هذا المنبر بتاع سعادتك ان احنا ندعو كل جامعات اقليم الصعيد من اول اسوان وسوهاج واسيوط والمنيا خلي بالك سعادتك، ندعوهم الى رحلات يجيبوا ابنائنا واولادنا الطلاب، واحنا مستعدين ان احنا نستقبلهم. وعايز اقول لسعادتك في واحد ماسك هيئه قناه السويس الفريق خلي بالك سعادتك اسامه ربيع راجل وطني واحد قاده الجيش اللي فاتح الهيئه وفاتح قناه السويس كلها لأبنائنا من صعيد مصر. لازم الأبنائنا ييجوا عشان يتعرفوا من خلال أرض الواقع إيه هي قناة السويس. لازم يشوفوا المشاريع والنقطة اللي بتتم. عايز أقول لسعادتك مشاريع عملاقة بتتعمل في شرق قناة السويس، مشاريع عملاقة خلي بالك أكبر الشركات العالمية بتعمل لها أماكن دلوقتي في شرق قناة السويس، وخاصة بعد عملية الربط ما بين الشرق والغرب والأنفاق اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنفاق عملاقة أهمها نفق تحيا مصر، وده نفق عملاق ربط ما بين الشرق والغرب بمنتهى السهولة، مش كباري بس أو نفق السيد أحمد حمدي اللي كان الوحيد، دلوقتي فيه كمان أربع أنفاق أو ثلاث أنفاق بيتعملوا في قناة السويس، أنفاق لو شفتها يا أحمد بيه على أحدث طراز وشيء يعتبر عملاق نفتخر بيه. وخلي بال سعادتك ده اللي بيخلينا اسمه نفق تحيا مصر، لأن هو ده الأمل بالنسبة لنا، هو ده الشريان أو الطريق اللي هيربط ما بين سيناء أو شرق القناة وبين الوادي والدلتا
2006 تحديدا. دكتور عادل، دكتور عادل، يعني في ظل وجود سعادتك معنا على الهاتف ووجود الدكتور السبيعي والدكتور شكري، عايزين نعمل كونفرنس كده نتناقش فيه حول قناه السويس وممكن اشارات او غيره، وهبتدي بالدكتور السبيعي. اسمح لي انا ببلغ شكري لمعالي الاستاذ الدكتور عادل عبد المنعم السعداني عميد كليه اداب جامعه قناه السويس. والحقيقة احنا كجامعة أسوان عاملين توأمة من 5 سنين بيننا ما بين جامعة قناة السويس في الأعمال العلمية وفي الرحلات العلمية وفي الدراسات الميدانية بين جامعة قناة السويس وبين جامعة أسوان. وإحنا استضفنا جامعة قناة السويس، وكان طبعا مبسوطين إن هم يشوفوا أكبر مشروع في القرن العشرين ومشروع السد العالي، ويعيشوا معانا فترة لمدة 7 أيام في أسوان، ويستمتعوا الطلاب ويشوفوا الإنجازات المصرية في صعيد مصر وإنجازات خاصة الفترة الحديثة في صعيد مصر. كما إن إحنا برضو رحنا وبنروح إقليم القناة، والشباب بصراحة في أسوان ذهل لما شاف المشاريع العملاقة اللي موجودة في قناة وسعة لقناة السويس، سواء من عمليات النقل في قناة السويس. حقيقة وفرونا بصراحة إمكانات ضخمة جدا، إن احنا خدنا الثلاث أيام في القناة مباشرة هو القناة يعني، فكانت يعني رؤية مستقبلية كبيرة لطلبة أسوان. ولازلنا برضو إحنا إن شاء الله في الشهر برضو في الصيف ده رايحين قناة السويس أخرى. في النهاية عايز أقول إنه لازم دور الشباب، لازم دور الجامعة، لازم دور المؤسسات العلمية إن هي تطلع الشباب وتوري الشباب ايه الانجازات اللي موجوده، ايه هي قناه السويس. المساله مش مساله قراءه اكاديميه فقط، ولكن هو لما بيكون على ارض الواقع ويشوف هذا الشيء طبعا بيغير فكر الشباب عشان يشوف ايه المجهود اللي الدوله يعمق الولاء والانتماء الوطني، ايه اللي موجود فعلا عشان الشباب يشوف ايه بالظبط اللي موجود على ده اللي بيتم فعلا. انا بشكر الدكتور عادل، بشكر جامعه قناه السويس في حقيقه على المجهودات الرائعه. وخلي بالك احنا يعني حتى موضوعاتنا واساتذتنا دلوقتي، وانا من ضمن باشرف على رسائل علميه في قناه السويس، وباعمل وبادي طلبتي هنا موضوعات في الماجستير والدكتوراه عن اقليم قناه السويس، وده بيسري الايه البحث العلمي للطلاب. دكتور شكري، دخلتك مع الدكتور عادل. والله يعني انا سعيد بالدكتور عادل، وانا شخصيا من ابناء اقليم قناه السويس. انا الدكتور شكري القنتيري من قنتير دي، ودي خلفيه او احنا خلف قناه السويس. وانا رساله الماجستير والدكتوراه بتاعتي كانت عن تانيس وشرق الدلتا وسيناء يعني في التاريخ القديم. والدكتور عادل والله احسن، بس لغه الخطاب مع الطلبه اتغيرت عن زمان. دلوقتي في احنا مش يعني في سرعه في التكنولوجي والذكاء الصناعي. احنا برضك من المقترحات اللي الدكتور حسين بينفذها في الكليه، هنعمل معمل اللي هو نظام 3D. الطالب افرض مش قادر يروح الرحله، الطالب بتاع الصعيد هيقعد في المعمل يعايش الحدث ثلاثي الابعاد. يعني ثلاثيه الابعاد ودي هننفذه في الكليه، وهنستخدم الذكاء الصناعي. وعندنا برضك معمل GIS بالناحية المعلومات الجغرافية عن الإقليم. فلغة الخطاب في الجامعة الطالب ما عادش زمان. احنا بنربط زي ما قلت لك في الأول بين الماضي والحاضر والمستقبل والجمهورية الجديدة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة. احنا تنميتنا ما الطالب ده بننميه بنطوره بحيث يواكب العصر، ونحاول نواكب هذا الطالب. يعني عقلية الطالب مختلفة، في انترنت، في تكنولوجي، في مواقع، فلازم يعني يعرف بلده من خلال المعلومات التكنولوجية والرؤية حتى التاريخ، يعني ما عادش زي الأول. وطبعا أنا بضيف لعادل بيه أن النهاردة في قناة جديدة اللي هو الربط بين العين السخنة وبين مرسى مطروح والنجيلة والعالمين الجديدة. لأن إسرائيل لما كانت عاوزة تعمل إيلات أشدود، الوقت احنا بنرد عليها، يبقى عندنا قناة جديدة هينقل البضائع. يعني الخط السريع دي مش للركاب بس، ده هينقل الركاب السفن والحاويات، هتيجي العين السخنة ثم إلى البحر المتوسط، سواء العالمين، سواء هيعمل مرسى مطروح اللي هو ميناء رومل، سواء ميناء النجيلة أو قاعدة محمد نجيب. هيستغل خليج الوقت، خليج السلوم حتى الساحل الشمالي، هيربط فيه خط سريع بين بورسعيد وميناء العريش، والساحل الشمالي هيربطه بالخط ده برضه. هيحصل
جربت وفي طرق جديدة وقنوات جديدة. احنا دلوقتي عاوزين نطلع من عنق الماضي الى الحاضر الى عنق المستقبل، وده هدف اللي هي التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي البعيد النظر. دي اللي نستفاده من التاريخ، مش نعمل زي ما القاسم الشاب قالها شعب حاضره ميت خلاص وماضيه حي. انا لا، احنا عاوزين ننطلق الى افاق المستقبل. ويمكن بس انا عاوز اسمع عادل بيه قصيده كاتبها واخدها من شارع شعب على بطولات الشعب، حته صغيره بس. حاسب على الارض الله، حاسب وانت بتدوسها الله، لو تنطق الارض كنت توطي وتبوسها، اللي هي ارض قناه السويس يعني. الله، انا مره وطيت واخدت حفان وقلت تراب، لقيت بدل التراب في ايدي 1000 كتاب وكتاب. الله، وجريت حكايه بلادنا في كل رملايه، ده كل حبايه في تراب بلدنا لها 1000 حكايه وحكايه. الله، حاسب الله، حاسب على الحب، حاسب حاسب، ده حب العين شهدائنا. كل رمله كل حبايه رمل في قناه السويس هي تضحيه لشعب مصر، مش شعب احنا ما نتكلمش على بس مش ضحى، مش ضحوا شعب القناه، ده كل مصر ويعني ضحيه. واسمح لي يا دكتور عادل، ليس فقط وان كان هذا اساس ومهم الاحتفاء بشهدائنا الابرار، ولكن نوع من انواع الوفاء فيه لهم هو ان ننمي بعد الحفاظ على هذه الأرض، أن ننمي هذه الأرض ونعمرها ونجعلها أجيال قادمة. الجزء المتعلق بصحارة السلام، بالمحسمة، محطة مياه المحسمة، وغيرها من مشروعات كبرى ربما هي كبيرة الحجم وفريدة في العالم، لكن للأسف برضو أبنائنا ما يعرفوش عنها حاجة. وده كله الله ينور عليك. الغرب بالشرق. فضل دكتور عادل. ده اللي انا عايز اقوله لسعادتك يا استاذ احمد، وانا بشكر الدكتور شكري على القصيده الجميله فعلا، لان احنا ما ينفعش ندوس على تراب قناه او تراب سينا فعلا، ده لازم نحاسب عليه. نحاسب عليه لسبب بسيط قوي يا احمد بيه، ان تراب قناه السويس او تراب سينا مليان بدم الشهداء، يعني كله خلي بال سعادتك مليان بدم الشهداء. تخيل سعادتك مات كام الف واحد في حرب اكتوبر او في حرب 73، مفيش حبه رمل الا لما فيها موجوده او مليئه بدماء الشهداء المصريين، اللي هي الدماء الشهيده القديم يعني، لان دي كانت يعني معبر للجيوش سواء كانت مصريه او الاجنبيه. انا عايز اقول لسعادتك مات كام الف واحد هم بيحفروا قناه السويس في 1859، الاف يا احمد بيه خلي بال سعادتك، مات كام الف واحد هم بيعبروا قناه السويس وبيعبروا خط برلين، الاف بل عشرات الالاف يا احمد بيه ماتوا او استشهدوا في قلب قناه السويس، فهي فعلا ارض ذكيه. لكن عايز اقول للدكتور شكري والدكتور محمد، طبعا انا بشكر الدكتور محمد لان فعلا في بروتوكول بيننا وبين اسوان، جامعه اسوان، وده الدكتور محمد الحسين اللي عمله فعلا من اكثر من كام سنة، وأنا بشكره وبحييه على هذه اللفتة الجميلة، وهذه فعلا الحاجات اللي هي تعتبر خلي بالك ساعتك هو ده الواقع. هو اللي بيحب البلد دي أحمد بيشتغل بيعمل من أجل البلد. أنا لما أنزل قناة السويس أو أنا لما أروح أسوان غير لما أتفرج عليها، يعني أنا دكتور شكري بس عايز أوصل له إن الجغرافيا هي ترحال، الجغرافيا هي ان انا المس الواقع او المكان في حد ذاته، الجغرافيا هي المكان، لازم اروح المكان يا دكتور شكري، لازم اخد اولادي حتى كل 4 سنوات ممكن اخد طلبه جامعه اسوان واوديهم المنطقه واوريهم، يعني جيل يسلم جيل بالنسبه لقناه السويس. انا كان سعيد جدا لما رحت اسوان فعلا واستضافنا الدكتور محمد الحسيني، وكان راجل فعلا مضياف وكريم، وهي دسمه اهل الصعيد الكرم والجود بكل شيء. عايز اقول لسعادتك لولا اولاد اسوان لما جم هنا ما كانوش يسمعوا عن حاجه اسمها قناه السويس. اول ما شافوا خط برليف، ايه ده؟ ايه المكان ده؟ ايه الغرابه في المكان ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الشيء اللي هو يعتبر بالنسبه لهم مختلف في كل شيء؟ لما شافوا هذا المكان يا احمد بيه، عايز اقول لسعادتك المتعه لما رحنا مثلا مكان زي اللي هو مركز قياده الجيش الاسرائيلي اسمها دبه الشجره، اللي كان الجيش فيها الاسرائيلي بيتحكم في وسط قناه سينا كلهم بالكامل، وشافوا كام ان ازاي المصريين قدروا ان هم يسيطروا على المكان ده ويموتوا فيهم اعداد كبيره ويطردوا المحتل الاسرائيلي في هذه المنطقه.
فالارض محتاجه، ويمكن ده اللي بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي. عمره ما بيروح مؤتمر الا لما بياخد معاه الشباب، بياخدهم اسوان، بياخدهم خلي بالك حتى في اماكن كثيره من مصر. وفعلا زي ما بيقول الدكتور شكري في طرق عملاقه دلوقتي بتتم داخل مصر، طريق فعلا زي ما بيقول طريق العين السخنه خلي بالك الساحل الشمالي على سبيل المثال او العالمين، دي طرق عملاقه بتتعمل دلوقتي للربط. لكن عايز اقول هيهات هيهات ان اسرائيل انها تقدر انها تعوض او تعمل بديل لقناه السويس. صحيح. احنا يمكن انا كم من حسن حظي احمد بيه ان انا كنت في المشروع اللي هو لتقييم، انا في المشروع ده انا وفريق من هيئه قناه السويس لتقييم الاضرار الناتجه عن قناه السويس، قناه القناه الاسرائيليه اللي هي من خليج العقبه للبحر الميت. ده مستحيل ان تعمل قناه بالشكل ده. وعايز اقول سعادتك ان الاتحاد الاوروبي رصد له 15 مليار يورو عشان يتعمل في هذه المنطقه خلي بالك سعادتك قناه تقضي على قناه السويس. لكن سبحان الله بقالهم اكتر من 30 سنه بيحاولوا يعملوا قناه بديله ولكن مستحيل لاسباب كثيره دكتور محمد الحسيني يعرفها. نعم. البيئه اللي موجوده والصخور اللي موجوده لا تصلح خلي بالك سعادتك لعمل قناه، لان كلها عباره عن صدوع وانكسارات وتشققات، وبالتالي لو اتعملت ميه او قناه في تلك المنطقه هتسبب كوارث بيئيه زي الزلازل وما ادراك من الهزات الارضيه في هذه المنطقه. طبعا الحاجه الثانيه ان صخورها تعتبر صخور صلبه جدا، صخور ناريه، وبالتالي لو حفرنا فيها قناه هتكون تكلفتها طائله. الحاجه الرابعه بقى والاهم يا احمد بيه ان القناه ان الخليج العقبه ده خلي بالك سعادتك في مستوى الصفر، وعندك البحر الميت بينزل تحت تقريبا اكثر من 300 متر فهيبقى في انحدار شديد. خد بقى الثالثه، لما انقل من البحر الميت او هدخل البحر الميت انقل اللي هي الحاويات من قناه من القناه اللي هي عايزين المزعوم الاسرائيلي عايز يعملها انقلها. عايز اقول لسعادتك ان كل مركب يا احمد بيه لما جينا المركب مثلا محتاجه قطر يشيل الحاويات هيكون طوله قد ايه؟ تخيل كل مركب محتاجه قطر عشان ينقل الحاويات اللي موجوده، طول القطر لوحده بس 50 كيلو. 50 كيلو احنا بنتكلم على شيء عملاق، بنتكلم على حاويات تصل مثلا الى 50,000 حاويه، يعني 50,000 قاطره، وده خلي بالك سعادتك شيء يعتبر عملاق، ما حدش يقدر خلي بالك سعادتك بامكانيات وتكلفه هتبقى عاليه. انا لما انقل من خلال السكه الحديد خلي بالك سعادتك من البحر الميت زي ما هم عايزين يعملوها، او من خليج العقبه للبحر المتوسط خلي بالك سعادتك هتكون التكلفه طائله. ودايما ارخص وسيله للنقل هي النقل المائي، وده بالنسبه لقناه السويس. قناه السويس يا احمد بيه خلي بالك سعادتك قناه صناعيه، يعني اللي عملها المصري او البشر. القناه دي خلي بالك سعادتك لا تكلف بالنسبه للحركه اي شيء، المركب بتمشي تلقائي لوحدها. عشان كده دكتور عادل بقول ان لن يستطيع احد باذن الله سبحانه وتعالى ان هو حامي هذا الوطن ان ينال من هذا الوطن. ربما تكون هناك بعض الامور لكن الله سبحانه وتعالى يقف بجوار مصر الذي ذكرها في القرآن، وعلينا نحن كشعب أن نقوم بأدوارنا في عملية الإنتاج والإخلاص والعمل والجهد والتجرد وغير ذلك من الأمور. بشكرك شكر جزيل للأستاذ الدكتور عادل عبد المنعم السعداني، كان معنا عبر الهاتف عبر كلية الأدب بجامعة قناة السويس. هذه المداخلة المهمة، وتحياتنا لكل أشقائنا هناك، وشرفتنا يا دكتور. أنا اللي بشكرك وبشكر ضيوفك الكرام يا أحمد بيه، وعايز أقول البلد دي إن شاء الله هتبقى أحسن، والبلد دي خلي بالك سعادتك هتبقى أفضل، لأن دائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا دكتور عادل. شكرك يا أحمد. كلمات أخيرة عشان وقت البرنامج. طبعا إحنا ما اتكلمناش على جزئية مهمة متعلقة موقع الفريد لقناة السويس، يمكن أشرت إليه يعني إشارة عريضة وسريعة، وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذه المنطقة هتكون منطقة حرة فيها صناعات متعددة، ربما بعيدة عن موضوع لها خصوصية معينة باعتبارها أن سيقام فيها مصانع التحويلية وغيرها من الأمور اللي بتساهم وتساعد الدول المختلفة التي تستطيع أن هي تأخذ بعض الأماكن. أو بلا شك محور قناة السويس محور اقتصادي ضخم جدا لمصر، خاصة في المستقبل، سواء من حيث زيادة تفعيل الموانئ الجديدة اللي هي زي السخنة ولا العريش اللي تفضل بيه الدكتور عادل اتكلم عنه، سواء من فكرة إنشاء خطوط سكة حديد في منطقة غرب القناة، سواء من فكرة
توسع أراضي زراعية في منطقة شرق القناة، سواء من فكرة برضو جذب الاستثمارات التعدينية اللي موجودة في الصحراء الشرقية، خاصة في الجرانيت وفي المواد التعدينية اللي موجودة وهتبقى منطقة صناعية ضخمة جدا، أو تصدير للخارج. وإحنا عندنا دلوقتي منطقة السخنة فيها أكثر من مصنع للفوسفات وللجرانيت وللرخام اللي افتتحوا مع فخامة الرئيس من فترة من فترة بسيطة جدا. فالمنطقة كلها متكاملة، يعني سواء في جنوب مصر أو في صعيد مصر. ربط هذا الأمور بالشبكات اللي الدولة في الفترة الأخيرة عملتها، وخاصة القطارات السريعة اللي أشار لها علي الدكتور شكري، ده هيلعب دور كبير جدا في التنمية. إحنا كدورنا عشان برضو كإعلاميين أو كتنفيذيين أو كأساتذة الجامعات أو ك يعني مسؤولين عن الشباب، لابد ان احنا نكون سفراء، نفهم، نوعي الشعب، الشباب ايه هي قناة السويس، المشروعات الضخمة الكبيرة اللي موجودة فيها، التنمية المستقبلية لإقليم القناة أو مثلث الذهب اللي هتعمل في الصحراء الشرقية على غرار برضو إقليم قناة السويس. لابد ان احنا نوعي الناس دي عشان يعرفوا ايه الدور المصري اللي حاليا برغم الضغوط الاقتصادية اللي احنا بنعيشها، لكن المستقبل المصري ان شاء الله كبير جدا بالأسس اللي موجود اللي حاليا بتتعمل. المستقبل المصري كبير جدا جدا، الناس تصبر شوية. نعم انا اعلم تماما الوضع، لكن الناس تصبر شوية، لانه والله المستقبل اللي جاي للشباب وللجيل الجديد هو مستقبل واعد بالنسبة للمحاور الاقتصادية اللي بتتعمل. بس الناس تخلص في عمل والناس تخلص، بس وده حقيقة احنا لمسينه، بس الناس تخلص وتهدى شوية كده والامور هتكون افضل وافضل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دكتور شكري، طبعا الدولة بتنمي إقليم قناة السويس، وهناك تخطيط استراتيجي بعيد المدى وتنمية مستدامة لهذا الإقليم. ولسه الأسبوع ده أنا شايف هيعملوا منطقة حرة ضخمة روسية ومنطقة حرة ضخمة صينية، وخصوصا المنطقة شرق بورسعيد برضه، منطقة كانت عدنان ومنطقة مد، هيعمل ميناء ضخم في شرق بورسعيد، عامل مزارع سمكية. الهند عملت مصنع ضخم ومنطقة ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. الجمهورية الجديدة في هناك تنمية مستدامة، في هناك جودة على أعلى مستوى، تخطيط لأعلى مستوى لهذا الإقليم، لأن هذا الإقليم له عبقرية المكان. إقليم يضم، وفي محطة، وإحنا شفنا الأسبوع ده محطة تموين الحاويات، ودي شيء جديد في قناة السويس، ابتدوا يمول الحاويات ونقلات البترول، ودي حاجة كويسة. تنمية هذا الإقليم والطرق الجديدة والأنفاق الجديدة اللي بتربط بين شرق القناة وغرب القناة وبين إقليم الدلتا، والدلتا الجديدة اللي عاملها في شرق اللي عاملها غربية في ناحية وادي النطرون، هو هناك تخطيط شامل وتنمية وتخطيط استراتيجي شامل لإقليم مصر والربط بإقليم الإقليم القناة بما سيعود على الأجيال في المستقبل بتنمية وعائدات ضخمة وفرص. ومصر ابتدت تحط رجليها مش في المحلية، على مستوى العالم بموقعها المتميز، والدول الوقتي يعني بتتلهف أن يكون لها مناطق حرة في منطقة شرق التفليعة والمشروع الضخم والمناطق الحرة والاستثمار. بس الحرب الروسية الأوكرانية عطلت الدنيا، هيدي فرصة. لا ده كان الأسبوع اللي فات وفد روسي، وفعلا ابتدوا في تنفيذ المنطقة الروسية ويعملوا مصانع لتجميع الكثير من الصناعات الاستراتيجية والإلكترونية. هناك تنمية مستدامة وتطوير، وهنخرج من عنق الماضي إلى المستقبل زي ما قلنا، بما سيعود على مصر. وكل التحية والتقدير لرئيس مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بنجدد له البيعة، وإن شاء الله هننتخبه، ودي من أسوان من هنا إحنا بدأنا نجدد ونبايع ليه إن شاء الله طبعاً. وتحيا مصر. شكرا جزيلا، أشكركم ضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ الدكتور محمد الفسين السبيعي أستاذ الجغرافيا الفضائية عميد كلية الأدب بجامعة أسوان، شرفتني ونورتني دكتور، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الطرح. شكرا دكتور. وأشكر أستاذ الدكتور شكري حسين أستاذ التاريخ القديم بكلية الأدب بجامعة أسوان، شرفتني ونورتني دكتور شكري. سعيد بالمشاهدين، كل سنة وطيبين يعني.
وانت بصحة وسلامة. واشكر ضيفي الكريم على الهاتف منذ قليل الاستاذ الدكتور عادل عبد المنعم السعداني عميد كلية الاداب بجامعة قناة السويس، شرفتوني نورتيني، دايما مصر بخير ان شاء الله والى تقدم ورخاء بمشيئة الله. علينا الصبر وبذل الجهد والله سبحانه وتعالى سوف يعيننا لنحقق هذا الرخاء ان شاء الله. شكرا، اشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. غدا بمشيئة الله اسرة جديدة ومواضيع ايضا جديدة في شرق